وهيبقى يعني ممكن تكون في المكان ده وفي حالة اللي هو لو البتاع ده بتساوي ترو يظهر، يبقى عند اون لود اللي هو تيبل 46 دوت واربعين بتساوي فولس. ونعمل له اغلاق بتاعه، بس مش معادلات، اغلاق الاسماء، اغلاق الاسماء الاشخاص، الاشخاص وخلاص، الاشخاص الأشخاص. حط الخانة اللي تحت دي هنمسح دي، غريبة أوي اللي جاية عشان الزرار يعني مش مشاكل ولا تزعل نفسك كده. هنعملها حركة تانية خالص، وهنمد نمد كده من ده شوية، خلاص احنا ممكن نعمل الأغلاق ادخال واغلاق واغلاق وخلاص. اغلاق هيكون مي بتساوي وبرضك هنعمل دوت اللي هو نظام كومبوكس. وهنعمل بالنسبة ل تيبل اللي هو الخاص بالأموال تيبل 26، أيوة هنعمل هنا شق خاص بالأشخاص اللي هو هتبقى تكست، شق خاص بالأشخاص هيكون تكست، تكست فيلد 11 في
فيلد 11. فيلد 11 هياخد الكلام اللي هنا وهينتسب ليه على على فيلد 11، وبرضك هناخد برضك هنا هنعمل حاجة اسمها تكست الخانة دي، يبقى الخارجي بتساوي 118. الكلام ده في حياة الضغط على الزرار دوت، يبقى هنا هنجيب الخارجي اللي هو الفورم 45، و 118. بس كده بتساوي الكلام ده، بتساوي اللي هو بتساوي الكلام ده اللي هو فيلد 1. فيلد 1 الكلام ده في حالة الضغط على ازرار. هنا مش بالضرورة تظهر ده بالنسبة للإدخال. الإدخال هنشوف ده اسمه ايه هنا، شيلد كويري 59، كويري 59 اللي هو ده. هنضيف له تكست اللي هو فيلد 11 اللي هو الجديد. لازم يتضاف، احنا مش عايزين نشوف حتى، مش مهم اللي هو اتشاف. عند الإدخال ده الداخلي اللي هو 118، والخارجي 118 اللي هو دوت، ده يعتبر داخلي بالنسبة له، لكن ده خارجي بتساوي اللي هو هنا بتساوي فيلد 11، لكن له عنوان عشان احنا ننتقل من هنا، عنوانه فيلد 11. هنشوف عنوانه ايه، ده شيلد 85 او كيلو 50. هنشوف عنوانه ايه داخل فورم، ده العنوان بتاعه. يبقى الكلام ده بتساوي ايه الكلام ده.
ده في حالة الضغط على دي نقطة. نقطة تانية عند الضغط لو ده بتساوي ترو افتح لي الكلام ده، لو بتساوي ترو، لو تساوي لو اللي هو طب نعرف عنوانه من هنا فين، نعرف عنوانه ده العنوان بتاعه نقدر كده كوبي في حالة الضغط على ده على تحديد نقول له قاعدة اف لو الكلام ده بتساوي ترو ده ما تعملش البتاع الترو بتكتب ازاي يا جدعان، حد يقول لي. تعالى بس انا بنسى والله. انت يا عم الترو بتاعك ده بتسوي ايه اهو، هات مفيش كلمة اللي غير دي يعني. بعد كده تكتب زين خلاص، يبقى هنا اوفر لو بتساوي ترو افتح يا سمسم، افتح يا ايه يا سمسم. طب فين بقى السمسم ده بقى اللي هنفتحه؟ المفروض اللي هو ده تيبل، هو ده اللي هيتفتح على فكرة. ها طيب نشوف كده الموضوع ده فين بقى الكود بتاع فتح نموذج. يا حلو هو ده، هات هات فتح نموذج إلس بعد كده إند إف إلس مش حاجة تاني إند إف. عندي في 1000 جنيه، 100 جنيه مثلا، وبس اهداء. بس فتح لي ازاي بقى؟ فتح لي هنا ايه؟ فتح لي فتح لي هنا، لكن مفتحهاش من جوه. غريبة اوي 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 يعني. انا كده فهمت فهمت، هو غلط غلط، انا عملته اكبر غلط، بس عشان تتعلم برضو. مش تفتح، لا ده انت تظهر وليس فتح. ده الكلام ده فين؟ حالة تحديد، في حالة تحديد ده كله امشي. في حالة لا مي دوت تيبل. بس يا اخي بقى استنى كده، مي دوت الكلام ده دوت هو ايه بقى؟ مش هتظهر ليه كده؟ طيب هات في هنا الاظهار بتاعه هو 46 ولا 45 تقريبا. بنسى الكلمة والله، اهي طلعت كويس صح. يلا هندخل 100 جنيه، بس المرة دي مش موجود في الكلام ده. ايه؟ هيقف تحديد معادلات
إهداء. دي مشكلة. تعالى نشوف مشكلة ايه. انت يا ابني هنا بتساوي ايه؟ مجننيش بقى، انت راش عيني عيني اللي خلفوني. انت اسمك ايه هنا؟ هو هنا اسمك تيبل 46. 46 تيبل 46. طب تعالى هنا عشان بس ايه، هنقف على دي. احنا عملنا هنا مي. ماشي ماشي، يبقى هو المفروض، معلش لا هو مش مي. تمام. له عنوان، عنوانه ايه بقى؟ تعال، عنوانه فورم 45 تيبل. فين تيبل بقى؟ ليه عملنا كده؟ لان ده الكلام ده مش موجود من الداخل، لكن ده موجود من الخارج، عنوان خارجي يعني، عنوان خارجي. كام تحديد؟ مش هتبقى مي بقى، هتبقى الكلام ده. يلا يا ريس، يلا يا ريس، عايزين نخلص بقى من ايه، من النقطة دي، عشان نتجه اهداء. ايوه، وبعدين بقى مشكلة. صح، في هنا دوت اللي هو بتاع المرئي ده، فين الكلمة اللي كتب منين؟ تعال نشوفها من الأول. بس الأول سجل عشان هو اسمه السؤال.